السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من أول حلقة في قصص قرآن الذي يكون عن النبي إبراهيم، وهذا سيكون مسلسل. بسم الله. هذه قرية إبراهيم الذي تقع في العراق وفي مدينة بابل. كان في هذه القرية ملكا ظالما باسم نمرود، وكان نمرود حلما في يوم من الأيام، وأتى له كل الكهنة وقال: يا نمرود، ماذا حلمت؟ وقال له: لقد حلمت شيئا مريبا. فأجاب له الكهنة، وكان جوابه أن كان يأتي بشخص قد ولد من جديد وسيخرجهم من دينهم. وكان الدين في ذلك الزمان في قرية إبراهيم إنهم كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يشركون مثل النوح، فكانوا يحبون أصنامهم. وكان أيضا أبو إبراهيم من الذين يخترعون الأصنام ويبيعونها. وحين قال الكهنة ونشأت هذا الخبر، فأمر نمرود بجيشه أن يقتلوا كل من جديد أن يولد في هذه القرية، ولم يكن لأحد أن يعلم أن كان أم إبراهيم حاملة. فماذا فعل؟ فأخذ أم إبراهيم إلى مكان بعيد، إلى مكان لم يذهب إليه أحد في القرية من قبل، وكان في الكهف، وذهب إلى هناك وولد إبراهيم، وظل يقع في الكهف 13 سنة. وحين كبرت فخرج من الكهف، ولم يعد في ذاك المكان نمرود يقتل. ورأى إبراهيم النجوم وقال: هذه النجوم هو ربي. لكن ظل النجوم يبتعد ويبتعد وقال: لا. ثم نظر إلى القمر وقال: هذه ربي. لكن أتى بباله أن القمر سيغرب فقال: لا. ثم حين كان يمشي لكي يصل إلى قريته، لقد رفعت الشمس وقال: هذه ربي. لكن الشمس سيغرب في يوم ما، وقال: لا، هذه ليس ربي. وقال: إذا كان ربي هنا فسيهديني. فكمل طريقه. وحين وصل إلى بيت آزر وهو أبو إبراهيم، لقد قال آزر: وماذا سيفعل نمرود بنا الآن؟ هل سيقتل؟ ثم قال: نحن نعلم. فكبرت إبراهيم ولم يقتله نمرود وجيشه، وكان أول زوجه سارة، وكان ابن عمتي هو لوط، فكان سارة من المسلمين وكان لوط من المسلمين، وقالوا: نحن سنهدي قومنا. فكان في يوم من الأيام أتى كل الكفار والمشركين والناس في القرية إلى حفلة، وكان حفلة تجارية، وكان نمرود يأتي بالناس، وكان كل شيء جميل. ومن الغريب أن وافق الإبراهيم، لكن قبل أن يصل فوقع إبراهيم تظاهريا وقال: أه، إن رجلي يؤلمني. فسمح له كل الناس أن يقع في بيته، ولكن كان تظاهريا. فماذا فعل إبراهيم؟ ف
فأخذ إبراهيم فأسا قد اشتراه حديثا، ذهب إلى معبد ولقد كسرت كل الأصنام، وحين كسرت الأصنام ولقد أخذ الفأش وأتى الفأش إلى معبد أخرى، وكان في ذاك المعبد صنم كبير عظيم، وضع الفأس في يد الصنم، فاعتقد الناس أن الصنم الذي كسرت، ولكن لم يعلموا أنه إبراهيم. ثم سألوا إبراهيم من الذي كسر؟ قال انظروا إلى يد هذه الصنم. فقالوا كيف أن يكسر الصنم هذه، فإنه لا يتحدث، أم أنه ليس من بصر أم سمع أم أفئدة؟ فقال له إبراهيم هذا ما أنتم تؤمنون، ولماذا تقولون أنني خطئ؟ فلقد انتشرت الخبر، وذهب الخبر إلى أن وصل إلى نمرود الظالم، فأخذ نمرود قال خذوا إبراهيم إلى مكان، فلقد تحذرهم وذهبوا وقطعوا كل الأشجار الذي كان قريبا. وماذا فعلوا حين قطعوا الأشجار؟ فإنهم لقد أحرقوا كل الأشجار، وجعل من الأشجار نارا كبيرا كثيرا وعظيما. فقال ارموا وأعطوني إبراهيم، فرموا إبراهيم داخل، ولكن كان من الغريب فإن إبراهيم كان يحرق جسمه لكنه لم يمت، فنظر إليه الناس وقال ماذا يفعل؟ كان ربه الله يساعده. ثم قال كيف لرب إبراهيم؟ وكان إبراهيم جعل له النار مؤثرا أنه بارد، ولم يحرق إبراهيم. ثم زعل الناس، ثم ابتعدوا عن إبراهيم. وهذا كان أمر ربي حقا، وهذه أيضا كان من الرسول الإبراهيم وأبو الأنبياء. وهذا كان حلقة الأولى، لا تنسوا أن تروا حلقة الثانية الذي سينزل يوم الأحد إن شاء الله. السلام عليكم.